يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. انا ام منذر، واليوم رح نعمل مع بعض اكله كتير بسيطه وسهله ومغذيه، اكله الشلباطو. انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وانا عم اشتغل. يلا سوا نشوف المقادير وطريقه التحضير. بالبداية عندي هون هذا هو الكرنب اللي بدنا نستخدمه، ما بعرف انتو يعني كل بلد اكيد بسميه شكل، بس نحن بنقول له كرنب، بيكون بهالشكل هذا. انا مقشره وحده وهلا بدي اقشر الثانيه. شغلته كتير سهله، يعني بنقطعه بنقشره مثل ما بنقشر البطاطا. اول شيء بشيل هذا الجزء اللي بيكون عند الراس هون، وبعدين بدي اقشره، بستخدم سكينه اصغر شوي بيسهل علي التقشير. بالطريقه اللي بتلاقوها انتو انسب بتقشره، يعني ممكن تقطعوه لقسمين وبتقشروه كمان، يعني اذا لقيتوا انه اسهل لكم كمان بيصير. بقيم كل الجزء الخارجي هذا وبعدين بنقطعه. بعد ما قشرته هلا هيك بهالطريقه هاي بدي اقطعه. التقطيع بيكون يعني ما بنعمله على شكل مكعبات، بنعمله هيك بشكل عشوائي بهالشكل هذا، بس انه تكون الطبقه ما كتير سميكه. شايفين كيف هيك بيكون حتى يستوي معنا، لانه هذا بده وقت لحتى يستوي. احيانا بيكون في قسم منهم بيكون من الداخل، يعني بيكون مشرش بنقوله نحنا، هذا يعني قيمه ما تستخدمه. وكمان عندي هون تقريبا 3 حبات من الجزر، وهذا فيكم تضيفوه او لا، بس هو بيعطيها طعم طيب وبيعطيها كمان منظر حلو للطبخة. 3 حبات انا قطعت هي قسم وبدي اقطع الباقي، وهذا كمان عندي الكريم صار جاهز. هدول هن المكونات. هلا الخضره اللي بدنا نحطهم، طنجره على النار، حطيت معلقه من السمنه. شو بتحبوا تطبخوا، بصير بالزيت او بالسمنه. بدي اقلي اللحمه، فيكم تحطوا لحمه شقف او تحطوا لحمه ناعمه حسب ما بدكم انتوا. انا هي كانت مفرزه عندي، حطيتها هلا هيك، بدي اياها تتقلى وتدبل شوي لحتى اضيف عليها باقي المكونات. هلا قبل بدي احط عليها معلقه صغيره شوي بس من الملح، ومعلقه صغيره كمان من الفلفل، فلفل اسود، او فيكم تحطوا 7 بهارات بس ما تكتروا، يعني شوي صغيره. حطيت انا معلقتين صغار من الملح، يعني بيطلعوا معلقه الوسط تقريبا. وبعدين بنضيف كمان ملح وبدنا نحط الرز. هلا هم اللحمه عندي استوت، راح اضيف الكريمب، وما بضيف هلا اي شيء، بس بخلطهم هيك مع بعض وبخليه على نار واطيه تقريبا شي 5 دقائق. راح تلاقوه هو دبل وبيطلع المي يعني اللي بداخله، فبتلاقوه دبل وكمان بيستوي بالمي اللي بداخله، يعني هلا ما حنضيف نحن مي نهائيا. هلا بعد 5 دقائق بالضبط برجع بحط كمان الجزر وبعمل بنفس الطريقه، يعني بقلبهم هيك شوي وبحط الجزر، وكمان بستنى عليه تقريبا شي 5 دقائق، لانه هو بس يدبل بصير بيعطي شوي سوائل، هي بتساعد على انه يستوي وما بتضيع الطعم او النكهه، يعني بتضل النكهه قويه وقت نعمل هيك بهالطريقه هي. هلا كمان بعد ما خلطتهم هيك بهالشكل بدي اغطيهم واتركهم كمان تقريبا شي 5 دقائق. يعني انا عم ارجيكم كل المراحل لحتى تعرفوا كيف بيكون صار. شايفين المي اللي عم تنزل عن الغطاء، هي كلها طلعت بس من السوائل، انا بعدني لسه ما ضفت نهائيا مي. هلا فيني احط انا هلا، لانه هذا ما بيكون استوى، فيني احط مي بس ما بكتر حتى ما يضيع الطعمه، يعني بحط شوي شوي. يعني هلا انا راح احط كاسه وبغطيه وبتركه لحتى يستوي كمان لحتى تنشف المي. هاي الكاسة متى ما نشفت رح تلاقوه استوى الجزر واستوى كمان الكرنب، وصار يعني استواءه كتير ظريف، ما فشفش بيكون معنا او شي. هلا تقريبا انا تركته يعني هلا ربع ساعة. عندي هون مجهزة رز نقعته من شي نص ساعة، هلا بدي كب عليه المي وصفيه لحتى بدي اطبخه. هلا بعد ربع ساعة شايفين كيف عندي المي كتير كتير قلت، صارت كتير قليلة، وهي يعني اغلبها رح تلاقوها هي السمنة، يعني هلا المي كتير كمية قليلة. بتختبروا انتو للكرنب وللجزر بتشوفون اذا استوى. رح ارجيكم قطعة كيف بتلاقوها يعني دابت وكتير صارت ظريفة. شايفين كيف عم تنهرس معي بالشوكة، يعني احنا حطينا بس كاسة مي بس هي كافية انه يعني تسوي للكرنب. خلص هلا عندي هاي المي اللي انتو شايفينها ناشفة يعني تقريبا، والاغلبية هي السمنة. فهلا انا فيني احط الرز بعد ما صفيته.
نزل كامل الكمية، وبدي ارجع اضيف هلا كمان ملح، الملح حسب الرغبة. يعني انتو مثلا قد ايه بتحبوا تضيفوا، او فيكم تحطوا كمان ماجي اللي بيحب يضيفها كمان ممكن يحط. راح احط كمان معلقتين صغار، وهلا بطبخه عادي مثل ما بطبخ الرز. يعني بدي اطبخه انا هون مستخدمة الرز الحبة الطويلة، يعني لكل كاسة من الرز بدي احط لها كوب وربع من المي، بس كونه هو فيه يعني قليل شوي من السوائل ولسه بتعطي هاي الخضرة سوائل، فأنا ما ححط كوب وربع، راح احط كوبين وربع للكاستين المي، للكاستين الرز. يعني هدول كاستين الرز هلا بدي اضيف لهم كوبين وربع من المي. وإذا أنتم مستخدمين الرز الحبة القصيرة فيكم تحطوا بس كوب لكل كاسة رز، تحطوا لها كوب من المي. شايفين كيف هلا أنا بضغط عليه هيك شوي، رح تلاقوا المي كلها طلعت على الوجه. يعني المفروض المي تغطي شوي صغيرة للرز، ما تغطيه كتير لأنه هاي الخضرة لسه بتعطي مي طول ما هي عم تستوي كمان. يعني هالقدر تقريبا لازم يغطي المي للرز. هلا بتركه هلا تقريبا على نار قوية لحتى ينشف المي. هلا هون بيكون صار عندكم ثقوب، هلا يعني ما كتير واضحة كونه فيه جزر وهيك، بتلاقوا ثقوب صغيرة. هلا هي خلص هون ما عاد خلي النار انا قوية، كانت النار قوية بالبداية. بدي قيمة هلا الطنجرة وحطها هون، انا حاطة هاي تبعت هداية الرز، بحطها على نار خفيفة تقريبا شي 20 دقيقة وبعدين بنسكبها. بس لأرجيكم هلأ هاي يعني بعد مرور تقريبا 20 دقيقة، شايفين كيف صارت هيك؟ صار هلأ الرز يعني تلاقوا كل حبة صارت ما أحلاها. خلص بطفي تحته وبتركه 5 دقايق كمان هو مطفى تحته، وبعدين بسكبه. رح نسكبه هون تشوفوا طعمتها كتير كتير طيبة، يعني اللي متعود عليها هاي الأكلة كتير مفيدة ومغذية كمان وسهلة، يعني مثل ما شفتوا ما بدها وقت كتير. شايفين كيف الرز كل حبة بحبتها، يعني ما انهرس أبدا معنا، والكرنب كتير مستوي هو والجزر. شايفين هالمنظر ما أحلى. فيكن طبعا مثل ما قلت لكم تحطوا اللحمة يعني شقة ما تكون ناعمة، فيكم تسكبوه مثل ما انا عملت، او مثلا كمان اذا بتكونوا تقدموه يعني بالنسبه للتزيين، اذا بتكونوا تزينوه تخلوا شوي من اللحم تحطوه على الوجه مثل ما عملت انا هون. انا حطيته بصحن وقلبته، بعد ما قلبته حطيت عليه شوي من اللحمه وحطيت كمان شوي من المكسرات. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناه مطبخنا السوري وقناه يلا نتحلى.